لست مسؤولا عن إصلاح العالم، لكنك مسؤول عن حمل ماذا؟ عن حمل مسؤوليتك. فهمتم؟ بمعنى سأوضح، لا يمكن أن يسعى مالي الناس كلهم. ما رأيكم؟ لو كنت مليونيرا مالي لا يسع حتى من أعرف. لدي ألوف الأصدقاء، لدي مئات الأقارب، لو أعطيت كلا شيئا لذهب مالي ولم أبقي لأولادي شيئا. فأنا أسع بمالي بعض من أحب، الأقرب، والأقربون أولى بالمعروف، الأمت بي صلة من أصدقائي ومعارفي. هذا البشر هكذا، لا تستطيع أن تسع الناس كلهم بأموالك. وحمقى حمقى من يطمحون من غني من الأغنياء أن يسعهم كلهم لأنه ابن بلدهم مثلا أو ابن دينهم، لا يستطيع يا أخي. ومش الغني الوحيد، ليطمع فيه بعض ويطمع بعض آخر في آخر وهكذا. لكن إيش المنطق هنا؟ انتبهوا، المنطق أنك حين تحمل مسؤولية عليك أن تحملها. أنا الآن وأخطب في هذه الساعة لست مسؤولاً عن رجل يغرق الآن في النهر. من المسؤول عنه؟ أحد إخواني وأحبابي في طريقه إلى خطبة الجمعة رآه يغرق، ينبغي أن يقف سيارته، لا يفكر الآن في الجمعة، لا في الجمعة ولا في الجماعة، ينزل مباشرة محاولاً إنقاذ هذا الذي يغرق ولا يعرف السباحة. فهمتم؟ هذا هو، هذه مسؤوليته. أنا أيضاً سأتعرض لمثل هذه الحوادث العرضية في ظروف أخرى، ستعرض لي مسؤوليات جزئية ظرفية يجب أن أتحملها. فهمتم كيف؟ أي حين يفتقر أخي، أختي، قريبي، نسيبي، صديقي، حبيبي، وأعلى هذا ينبغي أن أتحمل مسؤوليتي في أن أرفع خصاصته وأن أشركه في المهنة وفي المأساة أيضاً والضر. هذه مسؤوليتي.